النهاردة الحلقة مهمة قوي لأنها بتتكلم عن يعني مش صناعة التطرف، لكن بتتكلم عن تسييح الدماغ. يعني حد فينا يختلف إن الشمس بتطلع بالنهار، القمر بينور ظلمة الليل؟ آه فيه، وما تستعجبش وما تستغربش، في ناس بتصدق إنها بتقتل باسم الدين، وإن المقتول مهدور دمه لأي سبب يقوله الأمير، وإن القاتل هيحتار يختار مين ولا مين من الحور العين لو مات، وإن جبريل كان واقف في إشارة رابعة، وإن البغدادي زعيم عصابة داعش خليفة وظل الله على الأرض، وإن أي موبقات ترتكب من الجماعة مبررة، سرقة، زنا، ادعاء على ربنا مش مهم، قتل، وعدد يا مولانا ما شئت كيف ما شئت. ايه ده؟ تقول عليها طاعة عمياء ولا تسليم للعقل على باب الإمامة؟ هل ربنا أمرنا بتسليم عقولنا لأي حد؟ لا طبعا. ليه؟ لأن العقل أمانة ربنا ادهولنا، وعجزت السماء والأرض إن هم يشيلوها، وشالها البني آدم. التفكير أمر رباني في كتابه بكل المرادفات، تدبروا تفكروا أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. وعشان كده غسيل المخ مش إنزال إلهي، لا يا مولانا، ده اختراع بشري غلب فيه الإنس الجن. ليه أسيح دمك لما ممكن أسيح مخك وبعدها أخليك تعمل اللي أنا عاوزه بإيدك أنت؟ تاني، ليه أسيح دمك لما ممكن أسيح مخك وبعدها أخليك تقدر تعمل اللي أنا عاوزه بإيديك أنت؟ قتل، عنف، جبروت، سرقة، خيانة، أي شيء، حرب عقول وأفكار وتوجهات، حرب يضيع فيها قليل الفهم والبصيرة، المتخبط ما بين جدران الدنيا، ضعيف الثقة بالله وفي نفسه وفي قدراته وموروثه الصحيح، حرب بتحول العقول لمسوخ في إيد أي شخص وأي جماعة وأي جهاز وأي دولة عرفت نقطة ضعفه وخيبته وقلة حيلته، حرب دول ومنابر ومخابرات ومناهج تعليم وخطاب ديني وفتن وطائفية وأيديولوجية، والهدف ضياع فكرك وقيمك وقيمتك كإنسان. تعالوا نشوف الفيلم ده، واتنين زائد اتنين تساوي خمسة. أيوة خمسة، ولا تجادل ولا تناقش حتى لا تقع في المحظور. تعالوا نشوف الفيلم ده. دانشاموزان عزیز صبح بخیر. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید بود. با تشکر. ساکت! نظم کلاس حفظ کنیم. این درس اول امروزه. دو به علاوه دو مساوی پنج. حالا تکرار کنیم. دو با دو میشه پنج. دو با دو چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر. دو با دو چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر. چند میشه؟ پنج میشه. تکرار کنیم. دو با دو چند میشه؟ پنج میشه. چی پسر؟ آقا اجازه؟ مگه دو با دو چهار نمیشه؟ من دارم به تو میگم دو با دو پنج میشه، پس چه سوال نیست، فهمیدی؟ فقط فکر کردیم که... فکر نکن، نمیخواد فکر کنی. دو با دو پنج میشه. حالا بشین حرف نزن.
دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. دو به علاوه دو. آقا جزه دو به علاوه دو میشه چهار. وقتی همه چی چهار میشه چطوری ممکنه این دفعه پنج بشه؟ اصلا کی بوده چیز رفتزدن داد؟ به چه حقی منزی سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم دو با دو پنج میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. دو برابر دو روبه تخته چهار. همه تو میدونین که چهار میشه. تخته رو نگاه کن. تو هم که میدونین چهار میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخور تو برگردم. چکش بابا من میخوام اونجا در سر بندازی. خیلی عصبانیش کردم. یا پدرش رو در میاره. این دانش آموز فکر کنه از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر دو بوده چه میشه؟ آقا اجازه چهار میشه. آقا شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه هم الگوی این مدرسه هم. یه ذره از اینو یاد بگیریم. بگیم ببینم دو بوده چه میشه؟ آقا اجازه پنج میشه. آقا آفرین. اینجا پسر حالا حاضر جمع جمع میشه جواب سعی رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کس دیگه هم هست که درس امروز رو نفهمیده باشه؟ نگاه کن بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. دو به علاوه دو مساوی پنج. همینطور که بنویسین تکرار کنین. دو با دو چند میشه؟ پنج میشه. چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر چند میشه؟ پنج میشه. چند میشه؟ پنج میشه. دو با دو پنج میشه. تکرار اتنين زائد اتنين يساوي خمسة أو يساوي خمسين أو يساوي خمستاشر. مش مهم. المهم إنك أنت تنسى عقلك. المهم إنك تمسحه. المهم إنك تنفذ اللي يتقالك. المهم إنك ما تفكرش. أنت مش محتاج تفكر. أنت مش محتاج تناقش. أنت مين اللي خلاك تتكلم؟ مش المدرس لوحده زي ما شفنا في الفيلم ده. ده السيستم. ده الناظر. من خلال السماعات بتاعة الفصل كله. كله تحت السيطرة. كله بيتكلم في ودانك. الناظر بيقول لك في السماعات وبيقول لهم ان الطلبه عليها انها تسمع المدرس ونصايحه وانه هياخد وقت كتير من وقت درسهم الغالي وبالتالي
عايز يعرفهم ان في تغييرات هتحصل في المدرسه، مدرسكم هيقول لكم حاجات مهمه اسمعوه وامشوا ورا تعليماته، يخلص كلام السيستم العقل المفكر من بعيد بعد ما ادى اوامره، ويبدا المدرس في الشرح 2 زائد 2 تساوي 5، يكتم الهمهمه ويقول لهم كرروا وعيدوا ورايا، يقوم ولد ويزيد ويقول لا 2 زائد 2 تساوي 4، يتصفى قصاد زمايله عنصر قتل خوف وردع للفكر والإبداع والنقد والسؤال والفهم، يبقى عبرة لكل زمايله إلا واحد يفضل مصدق. بس يا ترى لو فضل في الفصل ده هيصدق لحد إمتى؟ هيبقى ماشي زي ما هو فاهم لحد إمتى؟ الحوار ده مهم قوي، مهم قوي مش بس في الجامعات، مهم قوي حتى في تعليمنا. نماذج الامتحانات، نماذج الإجابات، يعني لا تناقش ولا تجادل، هو ده اللي ودانا في 60 داهية، هو ده اللي مسح عقولنا. خلونا نكمل الكلام المهم ده مع دكتور أسامة الأزهري عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، يمكن يبقى فيه بعد الكلام كلام. نتقابل بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل، وكلام عن مسخ العقول، عن مسح العقول، ازاي ما تسمحش لحد يسيطر على عقلك. اسمحوا لي في البدايه ارحب بدكتور اسامه الازهري عضو الهيئه الاستشاريه لرئاسه الجمهوريه فيما يتعلق بالفكر وتجديد الخطاب الديني. دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، منورنا مره تانية في الحلقه. ده شرف ليا. لا الشرف لينا. حضرتك شفت الفيلم؟ اه. 2 زائد 2 تساوي 5 تساوي 50 تساوي 60. ايه ده دكتور؟ تعليق حضرتك الاول، موافق على ان ده بيحصل في عقولنا العربيه ولا مش موافق؟ لا، ده بيحصل في وسائل التعليم المختلفه، مدارس وجامعات، ده بيحصل في دروس الدين في المساجد، ده بيحصل في السوشيال ميديا، ده بيحصل في ثقافه المجتمع عموما. العقل العربي المصري المسلم بالدوائر المختلفة دي، المصري أولا، العربي المسلم مصاب بصدمة معرفية وبركود وتخلف عن ركب الحضارة من فترة كبيرة. الهدف الأساسي للعملية التعليمية بكل أشكالها وصورها أن تطلق العنان على 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 أوسع مدى لهذا العقل، أن يفكر وأن يبدع وأن يتعلم كيف يربط المعلومات اللي موجودة عنده علشان يستنبط منها معلومات جديدة، إنه يحلل، إنه يقارن، إنه يستنتج، إنه يقدر يكمل الفجوات اللي ما وصلت لهاش المعلومات اللي عنده، يكون عنده أفق واسع يقدر يدرك منه ما ليس بموجود لديه مما هو موجود. يعني كانوا بيسموا طريقة سقراط في إعادة بناء الفكر بعد فترة السفسطة، كانوا بيسموها بطريقة التوليد، بيبدأ بمعلومة أولية بدهية بسيطة جدا، ونركب معلومتين من المعلومات الأولية البسيطة لنوصل منها لمعلومة جديدة أدق وأعمق، وهكذا. البناء العقل المعرفي اللي وصلنا في الآخر إلى منتج شعاره الأول الإبداع، التفكير، الاختراع، اكتشاف جديد، ده مش موجود، بل على العكس موجود حاجة تحطم قدرات الذهن، تشوشه، تخلي قدام هذا العقل كم هائل من الركام والأفكار المغلوطة والمعطيات المشوشة اللي تخلينا لو حبينا النهاردة نبدأ من جديد من الصفر إعادة بناء العقل، مش الأرض مش مستوية علشان نبني على طول، ده محتاجة تكسير حاجات كتير وإزالة ركام كتير علشان نرجع نبني من جديد. يمكن أنا نفسي نتبنى مرة تاني دعوة الأستاذ العقاد اللي هي مستوحاة من طبيعة العقل المسلم، الفكر التفكير المسلم، التفكير إسلامية. فريضة إسلامية بلا شك، التفكير فريضة إسلامية، والتفكير معناه التفكير السليم المنهجي المنضبط العلمي المنطقي العقلاني،
الواسع الرحب المخترع المبتكر، التفكير ده فريضة إسلامية بلا شك. طيب خليني أخذ حضرتك لسكة تانية، هي المشكلة في العقل الشرقي يا دكتور، ولا المشكلة في من روج للدين أيا كان مسيحي أو إسلامي في هذا المجتمع في هذه البيئة، بدليل مثلا أن العقل الأوروبي أو العقل الغربي هو خلاص يعني تعود فكرة النقد والإبداع والأخذ والعطاء. صحيح أنهم مروا بعصور طويلة خاضوا فيها نفس اللي خضناه، بس كان ده في القرن الـ14، الفجوة ما بيننا وما بينهم دلوقتي قربت على 7 قرون. إحنا عندنا مشكلة في ثقافتنا، ولا هي المشكلة في من يمنح الدين ويمنح العلم في بلادنا؟ لا، هي المشكلة ليست في عقلية الرجل الشرقي، وإن كان حاول عدد من المستشرقين إن هم يوصلوا قناعة للعقلية الشرقية إنها عمرها ما كانت عقل إبداع ولا عقل علم. بيحاولوا إن هم يغرسوا في أعماق نفسية الإنسان الشرقي المسلم العربي هزيمة نفسية تخليه ما لا يتصور إنه يتأتى منه إبداع. ودي مغالطة هائلة وكبيرة. لو احنا فتحنا سجل التاريخ، ولو حضرتك اديتيني بس دقايق معدودة، فضل. انا عايز اقول مثلا لو اخذنا 4 قيم مركزية كبيرة وبدأنا نشوف ازاي تم تحويلها الى اختراع، الى عمران، الى حضارة، الى تمدن. اقول لحضرتك نماذج سريعة، يعني ياريت. ناخد مثلا قيمة زي قيمة الرحمة، ازاي حولها العقل المسلم الى مؤسسات حضارة. ناخد قيمة زي قيمة التنوير والإفادة والكرم الذهني المعرفي الإبداعي، وإزاي حولها العقل المسلم إلى مؤسسات حضارة. بيت الحكمة. ناخد قيمة زي قيمة السعة، الانفتاح، الانشراح، وإزاي حولها العقل المسلم إلى مؤسسات. ناخد قيمة زي قيمة الجمال، إزاي حولها لمؤسسات. وأنا هقول لحضرتك نموذج من كل حاجة. ياريت. بدأ العقل المسلم يقول أنا القيمة المركزية عندي الرحمة، والرحمة مش مجرد كلمة أتكلم بها مع أصدقائي وزملائي، الرحمة دي لابد من أن تتحول إلى مؤسسات الناس تعيشها. إيه أول درجة من درجات الرحمة؟ إن أنا أرفع الألم والمعاناة عن أي إنسان مريض بيتألم. لا يطيب خاطري وأنا إنسان مسلم بيتعبد إلى الله بالإنسانية والرحمة إن أنا أسيب إنسان على ظهر الأرض مريض يعاني. فبدأت تبرز فكرة المستشفيات سنة 86 هجري، أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك، البيمارستان، وعمل مستشفى للجزام، كان أول مستشفى يؤسس في الإسلام. قبل كده كان أي حد يعرف بالطب الناس تروح له في البيت تسأله فيقول لهم وخلاص، كانت عملية تلقائية. صحيح. إن أنا أبدأ أفكر في تحويل المعنى ده إلى مؤسسة تسمى المستشفى أو المارستان أو البيمارستان أو أي اسم، ده إبداع. أول مستشفى تم تأسيسه بعد المستشفى الأول ده في أوروبا كان بعدها ب9 قرون. صحيح. في باريس. صحيح. لما بدأ العقل المسلم يقول أنا عايز أعمل المستشفى، بدأ يقول إحنا لازم نخلي فيه مستشفى ثابتة ومستشفى متنقلة. المستشفى الثابتة في المدن الكبرى، فممكن مدينة تلاقي فيها مستشفى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، حتى كانت مدينة قرطبة فيها 50 مستشفى. والمستشفيات المتنقلة معناها أن نبدأ أحمل الأدوات العلاجية والأعشاب الطبية والنباتات والأدوية والعقاقير والأطباء على جمال، علشان تبدأ تطلع للقرى البعيدة، قوافل طبية تبدأ تطلع للصحارى، للجبال، للقرى. حتى وصل الأمر في أيام السلطان محمود السلجوقي اللي تولى الحكم 511 هجري من 1000 سنة، إلى أنه كانت القافلة الطبية ربما وصلت في أيامه إلى 40 جملاً. بدأ يفكر أنا مش بس عامل مبنى علشان أقدم علاج، ده أنا عايز أبدأ أدرس فلسفة العلاج. صحيح. بيتعمل إزاي؟ إزاي أكتشف علاج لكل مرض مستعصي؟ فبدأ يتحول المستشفى إلى كلية، إلى معهد تعليم للطب. فبدأ الطبيب يطلع الصبح يستعرض الحالة ومعه صغار الأطباء يشرح لهم تدريب عملي، وبعد كده يرجع معهم إلى قاعة الدراسة علشان يقرأ الكتاب الطبي ويديهم الإجازة في الطب. فبدأ العقل المسلم يقول يبقى لابد من تزويد المستشفى بمكتبة. فبدأت تنشأ فكرة مكتبات المستشفيات، حتى كانت مكتبة مستشفى بن طولون في مصر فيها 100,000 كتاب في العلوم الطبية وغيرها. بدأ الإنسان يقول
انا عايز اخلي المستشفى ده يبدا يعمل حديقه لزراعه النباتات العلاجيه. صحيح. فمنها تبقى حديقه لزراعه النباتات والاعشاب اللي تشغل المستشفى، ومنها حديقه ومرج اخضر تستريح به عين المريض. صحيح. بدا يقول احنا عايزين نضخم المؤسسه ونحولها الى 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 مؤسسه كبيره مش مجرد مبنى. فبدا يخرج المستشفى المنصوري الكبير الذي كان آية كبرى في الدقة والنظام والنظافة، بحيث كان يتردد عليه في اليوم 4000 مريض. لما أجي أقول النهاردة يا جماعة تعالوا ناخد مجموعة القيم المركزية ونحولها إلى مؤسسة، مش معنى كده أن أنا أروح أبني مستشفى وأجيب أجهزة علاجية وخلاص، لا. معنى كده أنه هاو سر الصنعة المعرفة. حتى بدأ يخرج عندنا مثلا جيل من الأطباء اللي ما كانش فيه على ظهر الأرض في ذلك الوقت أعلم منهم بصنعة الطب. وأنا أضرب دايما مثل بابن النفيس، علي بن أبي الحزم القرشي ابن النفيس. صحيح. كتاب الشامل له هو بيقول أنه كان ينوي إخراجه في 300 مجلد، كتب منهم 80، ولما حضرته الوفاة أوصى بكل أوقافه وممتلكاته وكتبه إلى مكتبة المستشفى المنصوري الكبير بتاع قلاوون. لما اجي النهارده اقول الفكره دي مش معناها ان نبني مبنى، احنا عندنا في القاهره مباني افخم من مباني في اوروبا، بس ال 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 الاداره الصنعه الطبيه مش صحيح موجوده. الاداره امتى نلاقي انسان مسلم يهدي الى البشريه علاج لمرض السرطان؟ فاذا بالبشريه ترى معنى الرحمه يخرج لها على يد مسلمه. امتى نلاقي انسان مسلم يعكف على الابداع والابتكار والدراسه والمعرفه ويخرج من ازمه الاحباط النفسي ويطلق العنان للابداع فيهدي الى البشريه علاج لمرض الايدز؟ فيتحول الانسان المسلم الى انه يقدم الرحمه للعالمين. يبقى حضرتك عندنا خلق الرحمه تحول الى مؤسسه اسمها المستشفى، وما وقفش عند كده. ده بدا يقول انا مدرك عن نفسي كانسان مسلم عربي ان انا مش رحمه للانسان بس، انا رحمه للانسان والحيوان. فيحكي ابن بطوطة أنه شاف في دمشق الشام سهل كبير أعده واحد بمال من الوقف عنده لإيواء الحيوانات الكبيرة التي عجزت عن الكسب لنفسها. أي حيوان كبير بلغ سن العجز مش قادر يسعى للكسب، بدل ما نجيب النهاردة الخيل مثلا وعند سن معين نضربها برصاصة فتموت، أنا ما أقضيش على حياة كائن حي، أطلقه في هذا المرج اللي يشبه محمية طبيعية مليانة لحد ما يأتي الأجل. كان عندنا في مسجد محمد بكب الذهب اللي قدام الجامع الأزهر في القاهرة إنه من ضمن وجوه الإنفاق بتاعة مال الوقف بتاع المسجد شراء مقادير من الغلال تنشر على المئذنة المسجد والمنارة لإطعام طير السماء العابر. خلق الرحمة أهو تحول إلى سلوك. إلى مؤسسة. السعة، الانفتاح، الانشراح اللي قرعت ودخلت إلى أذن الإنسان المسلم أول حاجة مثلاً مع كلمة الحمد لله رب العالمين. ليه العالمين؟ اشمعنى عايز من أول كلمة في الوحي الشريف يربطني بالعالمين؟ ما قالش المسلمين صحيح. ما قالش الإنسان. صحيح. ما قالش العرب. صحيح. ما قالش جنس معين. ما قالش حتى الناس. صحيح. الحمد لله رب العالمين ده عايزني أخرج من التقوقع على ذاتي إلى أن أنا أكون مرتبط بالعالمين. وبدأ الإنسان المسلم ياخد اللمحة دي من القرآن ويستعرض القرآن كده، فيلاقي ربنا بيقول له ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. صحيح. إيه الارتباط ده بالكون؟ لا، القرآن بيقول له وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبدأ يلتفت إلى القبة السماوية فأبدع في علم الفلك، فنشأت المراصد الفلكية. مزبوط. في تاريخ المسلمين. مزبوط. كان عندنا مرصد أصفهان. أنا بس عايزة أقفنا. نعم، نعم. في تاريخ المسلمين أم في تاريخ العرب؟ لأن بيت الحكمة مثلا في بغداد ويعني كان بيدرس لأرسطو، وكان فيه من اليهود طبعا الأطباء اللي كانوا بيعالجوا المأمون والأمين وعدد منه طبعا. فهي أعتقد أنها يعني يبقى العرب أو الثقافة العربية وليست الثقافة الإسلامية. الاثنين امتزجوا امتزاج كبير. وتحولت اللغة العربية من كونها شعار قومي لعرق معين إلى كونها شعار لدين، إلى كونها شعار لحضارة. إحنا كان عندنا لما كان فيه مراصد فلكية ومستشفيات ومكتبات ومراكز علم مثلا في الأندلس ولا في بغداد، بدأ المستشرق يتعلم العربية. صحيح. علشان يبدأ يملك مفاتيح وشفرة الحضارة دي. صحيح. كان عندنا واحد من العلماء الكبار اسمه أحمد بن قاسم الحجري الملقب بأفوقاي، من المرسكيين بقايا المسلمين اللي عاشوا في الأندلس بعد خروج المسلمين منها،
وتعرضوا لمحاكم التفتيش والاضطهاد وتغيير الهوية وتغيير الأسامي. أحمد بن قاسم الحجري ده لما نزح من الأندلس ونزل المغرب قام ملك المغرب قال له أنا هبعتك دبلوماسي أو ممثل شخصي للملك ملك المغرب إلى هولندا لأنه في عدد من البحارة المغاربة أبحروا في البحر المتوسط فأسروا عند الهولنديين. فراح هولندا في القرن العاشر الهجري قبل أربع قرون، كانت شمس الحضارة في ديار العرب والمسلمين بدأت تميل إلى الأفول صحيح. وبدأت تصعد هناك. أحمد بن قاسم الحجري سجل مشاهداته في رحلة اسمها رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب، طبعت بعناية الدكتور محمد بن عزوز في المغرب. بيقول فيها إن أنا نزلت في مدينة ليدن فلقيت عدد من الباحثين والدارسين هناك من أبناء البلد يتقنون العربية إتقانا عجيبا، وعندهم المخطوطات العربية صحيح. القديمة صحيح. وبعضهم بيحفظ القرآن وهو مش مسلم، وعندهم إلمام ودراية بما يدور في ديار المشرق، يعني في مرصد يعني بيلم بكل حاجة. ده اللي خلينا نفهم بعد كده ازاي ليدن بعدها بقرنين من الزمان بقت عاصمة الاستشراق في العالم صحيح. ادي الجزوة والباكورة والبداية صحيح. فهو حضرتك في فترة معينة على مدى قرون من الزمان ما بقتش فيه فوارق واضحة ما بين العربية والإسلام، بقت عقلية معينة أولا بتنطلق من الإيمان بالله، من الإيمان بالملائكة، من الإيمان بالرسل، من الإيمان بمنظومة القيم، من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغائية، من الإيمان بالرحمة، من الإيمان بالجمال، من الإيمان بالإحسان، بالعدل، بالعلم والتنوير، بمنطق الآية الكريمة بلى من أسلم وجهه لله حنيفا بلا شك طبعا. طيب أنا الحقيقة في سؤال لحضرتك فضيلة الشيخ وأنا هسأله حضرتك بس أستأذنك الإجابة تكون بعد الفاصل، ولكن السؤال هو إذا كان هذا هو حالنا حينما كنا نوع من العقل وإذا كان إعمال العقل قد بدأ من القرون الأولى لنزول الإسلام، فلماذا كان هذا التراجع؟ لماذا كان هذا الانحدار في استخدام العقل؟ لماذا سفه العقل وبات من المحرمات؟ فبداية من القرن الرابع أو الخامس الهجري بدأ التراجع لفكرة لا تناقش ولا تجادل حتى لا تقع في المحظور. أستأذنك أن الإجابة تكون بعد الفاصل، ياريت تكملوا معانا لأن مهم قوي أنك تحافظ على عقلك وما تسلموش لحد لأنه ملكك أنت، أنت اللي هتتحاسب عليه. تحياتي ونتقابل بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل، وحديثنا مع دكتور أسامة الأزهري متواصل الحقيقة. وسؤالي كان يا دكتور قبل الفاصل، إذا كان هذا هو حالنا في القرون الأولى للإسلام، لماذا انحدر الفكر وتوقفنا عند القرن الرابع الهجري مصرين على الثبات في موقفنا، وانحدر العقل وبات سبة لمن يستعمله وبات حراما يعني إلى حد تحريم استخدامه، طالما أمر الأمير، طالما أمر القائد، طالما أمر المعلم، طالما أمر أي حد يسلم الناس ليه عقولهم، ليه العقل تراجع؟
لا هو تأريخ المرحلة دي بالقرن الرابع ولا الخامس ولا السادس دي محتاجة تأمل أدق من كده كمان، لأنه تاريخ العلوم التطبيقية والفيزيائية والكونية عند المسلمين ده فضل موجود لحد القرن الـ11 الهجري، والمسلمين عمرهم ما وقفوا عند حاكم ولا أمير، ما كانش للدولة عند المسلمين هذا التحكم اللي موجود عند مفهوم الدولة عند توماس هوبز وعند جون لوك وعند الدولة في تاريخ المسلمين كانت راعية، يعني تؤمن الثغور، تيسر شيء من حياة الناس، بس ليست هي المتسلطة الطاغية المتجبرة المتألهة. مفهوم الدولة ده الحديث اللي بتتسلل إلى أن تحيط بالإنسان من كل جهاته، على غرار مثلا ما يقدمه جورج أورويل في رائعته 1984، احترس الأخ الأكبر يراقبك. المفهوم ده عمر المسلمين ما عرفوه ولا عاشوه. وكان صديقنا المفكر الأستاذ الدكتور خالد عزب ليه كتاب مهم اسمه فقه العمران، صحيح، بيسلط فيه الضوء على طبيعة الحياة اللي كانت موجودة في الفترة دي. احنا حضرتك فضل عندنا العقل العلمي سواء في العلوم الشرعية الفقه والحديث والتفسير أو في علوم الحياة، العقل ده فضل متألق مش متوقف عند الحاكم، لا يدور في فلكه، لا يتأثر بإشكالياته، بل ظل متألق ومبدع وصانع للحضارة وباني للمؤسسات إلى خواتيم القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الـ11 الهجري، من 380 سنة 400 سنة. ده التأريخ الحقيقي اللي نقدر نقول إنه منعطف، إنه نقطة فارقة. على سبيل المثال في العلوم الشرعية في شائعة مثلا كبيرة إنه أغلق باب الاجتهاد مع القرن الرابع. أغلق باب الاجتهاد إزاي والعلماء في القرن العاشر بيقولوا يا جماعة الاجتهاد فرض؟ الاجتهاد الفقهي الذي هو النظر في النصوص الشرعية لاستخراج أجوبة على إشكالات كل زمن وعلى إشكالات كل عصر، ده فرض، ده واجب اللي حينبني عليه إنه لابد من أن يكون عندي رصد واضح لتضاريس الواقع ومعرفة سماته ورصد مشكلاته ومعرفة عوالم هذا الواقع من عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار وعالم النظم، علشان أقدر آخد الواقع ده وأدور لي في الوحي على إجابة، على توجيه رباني، على بصيرة تنور له الطريق وهو بيشتغل وبيفكر وبيبدع. طلع في سنة 1412 هجري أهو من 20 سنة فاتت واحد من كبار علماء المغرب عمل كتاب اسمه طبقات المجتهدين، العالم الجليل الشيخ محمد إبراهيم أبو المزايا الكتاني، المتوفى 1412 هجري. كتاب طبقات المجتهدين عكف على تأليفه 50 سنة، وطلع الكتاب في 5 أجزاء، فيه 4000 إمام مجتهد مبدع مجدد موزعين على القرون. فمين اللي حصر الفكرة في القرن الرابع؟ ده وهم كبير، ما توقفش العقل المسلم في القرن الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع، ده احنا بنوصل لحد القرن العاشر الهجري فنلاقي أحمد بن ماجد المتوفى سنة 906 أو 907 رائد علوم البحار، صحيح، اللي هنلاقي اللي عمل كتاب العمدة المهدية في أصول العلوم البحرية، وعمل كتاب الفوائد في علم أصول البحر والقواعد، وعمل كتاب حاوية الاختصار في أصول علم البحار، وكان البرتغاليين بيسموه أمير البحار، صحيح، وهو اللي لف في طريق رأس الرجاء الصالح ذهابا وأبا مرات لا تنحصر، مظبوط. إذن لا، وكان في واحد عبقري كبير الأستاذ الدكتور زهير حميدان عمل حاجة اسمها تاريخ علماء المسلمين في العلوم التطبيقية، 6 أجزاء كبار، رصد فيه 4000 مخطوط في علوم تطبيقية مختلفة، من طب العيون، من الفلك، من المراصد، من التشريح، من الهندسة، من المعمار، من البستنة، من المشاتل، من علم النباتات، من علوم المملكة الحيوانية بشرائحها المختلفة، بدأ يرصد المخطوطات التي لم تطبع لعباقرة علماء المسلمين في تلك العلوم على مدى القرون والعصور المختلفة. وأنا يمكن في حلقة سابقة هنا مع سيادتك في نفس البرنامج اتكلمنا على أنه العقل ده فضل ينشئ المدارس العلمية لحد ما نوصل إلى الإمام السخاوي في مصر سنة 902 هجري، نلاقيه بيرصد في القاهرة وحدها ما يزيد على 100 مدرسة علمية، المدرسة اللي تساوي بالتعبير المعاصر جامعة، يعني كما لو كانت القاهرة وحدها فيها 100 جامعة علمية.
اللي يدفع ابن خلدون سنة 808 هجري يقول والعلم والتعليم في زماننا إنما هما بالقاهرة من أرض مصر. صحيح. إلى ذلك الوقت كانت عاصمة العلم وعاصمة الحضارة وعاصمة المعرفة. إحنا مشكلتنا كمان لما نمشي شوية بعد كده بفترة، عند فترة معينة كل التمويل الذي كان مسخرا للمدارس العلمية انتزع منها في أيام السلطان قنصوة الغوري، فشريان الحياة اللي بيمد العقل العلمي للأمة توقف. ولذلك لقيت علي مبارك باشا في الخطط التوفيقية وعدد من مؤرخي البلاد الديار المصرية بيأرخوا خواتيم القرن العاشر إنه دي فعلا مرحلة تحول، فعلا مرحلة القرن العاشر الهجري. الهجري القرن العاشر الهجري اللي من 4 قرون، يعني القرن 16 ميلادي، اللي إلى هذا الحد كان لسه وهج العلم وشمس الحضارة ما زالت موجودة في ديارنا. من بعد المرحلة دي لما انتزعت الأوقاف اللي مسخرة للمدارس والجامعات ومراكز التعليم، العقل العلمي بدأ يصاب بالتليف، بدأ يصاب بالجمود، بدأ يدخل في غيبوبة، بدأ يتوقف عن رصد العالم، ما بقاش عنده طرف إنه يوفر الإمكانيات لمبدع ولا المخترع، فبدأ يضيق وينحصر على مهام التعليم الأساسية التي لا تساعد على الإبداع ولا الابتكار. دخلنا بالتدريج في غيبوبة معرفية، انعزلنا عن رصد العالم، انكفأنا على أنفسنا، تقوقعنا بداخل المدن الكبار عندنا، وما شعرناش إن احنا انعزلنا عن العالم، إلى أن جاءت خبطة كبيرة على رأسنا من فوق اسمها الحملة الفرنسية. 1213 هجري، 1798 ميلادي. طب أنا عايزة أقف هنا مولانا بعد إذنك. إذا كان برضو هذا هو الحال، وأنا يعني قد أختلف مع حضرتك في بعض الجزئيات هنا، ألا وهي إن يمكن أيوة في القرن الرابع الميلادي الهجري كان المؤسسية هي نظام الفكر في تطوير واستخدام العقل، لكن ما بعد القرن الرابع الهجري كانت الفردية، يعني الاجتهادات الفردية زي حالنا دلوقتي في مصر، يعني قد ترى طبيب ناجح لكن لا ترى منظومة علاجية ناجحة، قد ترى شيخ فاضل ولكن لا ترى منظومة دينية متكاملة، قد ترى مدرس فاضل ولكن لا ترى منظومة تعليمية. هي فكرة المؤسسية اللي اختلفت، ويمكن هنا علشان هنا في الخلافة فيبقى فيه عالم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ما كانش فيه هذا الإبداع وهذا الثراء وهذا الإسهاب في العلماء زي ما كان موجود في القرون الأربعة الأولانية. ده الانطباع السائد عن التاريخ. ولما نقرأ قراءة دقيقة وفاحصة ونحط بين إيدينا كتب تواريخ القرون المختلفة، هنلاقي الصورة غير كده. الرصد المعرفي الدقيق وصلنا لنتيجة غير كده تماما. بل حتى الشائعة اللي بتقول إن إحنا كنا وصلنا إلى حالة من الانحدار والتقهقر قبيل الحملة الفرنسية، دي محتاجة تفصيل. فيه نزول عن مستوى الإبداع الحضاري اللي فضلنا ماشيين عليه 10 قرون، وكانت هناك بواكير بداية وقوف تاني على رجلين، بواكير صعود مرة تاني. وكتب في المعنى ده الدكتور زكريا الشلق، وكتب فيه محمود شاكر، وكتب فيه دكتور مصطفى عبد الغني، وعدد من الأساتذة والأكاديميين والباحثين. في واحد اسمه الدكتور نصر عبد الله عثمان عمل كتاب اسمه قبل أن يأتي الغرب، بيرصد أحوال البيئة العلمية في مصر فيما قبل دخول الحملة الفرنسية. النزول اللي احنا نزلنا فيه من القرن العاشر وفضلنا ندخل في غيبوبة، امتى بدأنا نفوق؟ قبل الحملة الفرنسية ب30-40 سنة. بس كانت الحركة المعرفية العامة اللي تقدر تصنع حضارة مرة تانية كانت لسه كطفل صغير بيجاهد علشان يقف على رجليه. بس أنا عايز أرجع لقضية القرن الرابع والقرن الخامس. القرن الرابع والقرن الخامس دي كانت بداية إبداع كبير. لما نبدأ نرصد مثلا، تعال نعد القرن الرابع اهو وننتقل للقرن الخامس. القرن الخامس ده هنلاقي فيه مثلا مراصد الفلك في أصفهان ومراصد الفلك في قرطبة، لحد ما يطلع العلامة إبراهيم بن يحيى الزرقالي اللي رصد طول البحر المتوسط، واللي أول من جزم بأنه مدارات الكواكب ليست كاملة الاستدارة، دي بيضاوية. صحيح. وعمل حاجة اسمها الصحيفة الزرقالية في مدارات الأفلاك، وترجمت لعدد من لغات أوروبا، ظلت اعتماد الفلكين الأوروبيين مدة قرنين من الزمان. وده حضرتك بنفس الطريقة وبنفس الهيئة هنلاقي الإبداع ده موجود في مرصد سمرقند سنة 656 هجري، القرن السابع اهو.
هنلاقيها في مرصد مراغة سنة 856 هجري. كان 40-50 فلك كبير في المرصد ده وحده، وعندنا من هذه الطريقة عشرات المراصد، عشرات المتمكنين في علوم البحار. وسليمان فياض ليه كتاب عمالقة المسلمين في العلوم التطبيقية، رتبهم على القرون، القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الـ11. سليمان فياض الكاتب الروائي الكبير توفي في أبريل اللي فات أظن عن حوالي 86 سنة، وكتابه ده مطبوع حتى في مكتبة الأسرة، مزبوط. عمالقة المسلمين في العلوم مزبوط. التطبيقية. فلا ده لازم يعني لما نصل طبعا طبعا ده وهم كبير، علشان بس يبقى عندنا دقة في التشخيص، علشان نعرف الإشكال بدأ عندنا من إمتى منين. الإشكال في الحقيقة من أن كل مؤسسات التعليم في مصر فقدت التمويل اللي يكفل لها الاتساع والتمدد وابتكار الأبحاث وتوفير متطلبات البحث العلمي القرن العاشر الهجري فما بعد، وكمان فضلنا نمشي بالمد الذاتي كده وبالقصور الذاتي إلى خواتيم العاشر، طيب. أوائل القرن الـ11. طيب. إذن إحنا العقل هو أمانة، العقل هو رسالة، لماذا حرم استخدامه لدينا؟ تحريم استخدام العقل دي حاجة ما يعني إمتى أقدر ألاقيها موجودة؟ تحريم استخدام العقل، فين تحريم استخدام العقل إلا على إيد جماعات التطرف اللي بدأت تحتكر الحقيقة لنفسها وتحرم العلوم العقلية اللي الأزهر بيدرسها عبر تاريخه إلى اليوم، وتحرم العلوم التجريبية اللي الأزهر بيدرسها في تاريخه إلى اليوم. ده احنا لقينا الشيخ أحمد الدمنهوري شيخ الأزهر المتوفى سنة 1100 هجري، ده درس 30 علم على أساتذته في الأزهر الشريف، منها التشريح ومنها الفلك بمعطيات زمنه، بسقف بالسقف المعرفي اللي في زمنه. صحيح. أنا وعيت الدنيا على إيد أساتذتنا في الأزهر مثلا، وكان أستاذي الجليل اللي درس لي في الفرقة الأولى من كلية أصول الدين أستاذ الدكتور جميل محمد أبو العلا، نائب رئيس جامعة الأزهر في ذلك الوقت، وأنا لسه كنت في سنة أولى كلية. أنا ما زال في ودني إلى الآن إنه كان كل ما يسأل سؤال ويلاقي طالب حفظ الكلام اللي هو كتبه في الكتاب يزعل جدا، يقول له يا ابني أنا مش عايزك تحفظ، أنا عايزك تفكر، سيبك من اللي أنا كاتبه قول زيه. لدرجة إنه أنا لما ودور على على معلومات تزيده طبعا أو تنقده. أنا حضرتك الكلام ده تشكل في وعيي وأنا في سنة أولى كلية، وبدأت أقول الكلام ده كلام رائع. أستاذنا كان بيدرس لنا مسألة من مسائل علم الكلام في حاجة اسمها إبطال التسلسل اللي يترتب عليه، مسألة معينة من علم الكلام لها شواهد من الفيزياء الحديثة، وهو جاب لها نموذج واثنين. فأنا كنت في ذلك الوقت بأقرأ في عدد من الموسوعات المترجمة، فلقيت كلام مشابه لكلامه بالضبط وبيكمل الفكرة وبيزود عليها. فجيت في المحاضرة اللي بعدها رفعت إيدي، وما كانش بيحب يستخدم ميكروفون، كان يتكلم والمدرج مثلا فيه 1500 طالب في أولى أصول دين في ذلك الوقت، ولو حد قال له أنا مش سامع يقول له يعني أنت مش سامعني خالص، يقول له لا يا دكتور، ما أنت سمعتني أهو، ما أنت رديت علي سمعتني أهو، بس أسكتوا وأنتوا تسمعوا. فكان كأن على رؤوسهم الطير، صمت مهيب وأستاذنا الجليل بيتكلم. أستاذنا ده رب أجيال قبلنا، ده كان يعني عميد كلية أصول الدين يمكن قبل ما أنا اتولد يعني. فلما رفعت يدي في المحاضرة اللي بعدها قال لي قول، فقمت قلت الفكرة اللي هو بيشرحها، وبعد كده بدأت أسيب كل الكلام اللي هو قاله وانتقل للكلام اللي أنا قريه في عدد من الموسوعات المترجمة، وانتهيت في الآخر لأنه كله ده تطبيقات جديدة ومستحدثة على نفس الفكرة الأساسية الموجودة. فسابني أتكلم براحتي خالص واسمعني لحد الآخر وطال مني الكلام، وبعد كده قال لي اتفضل، وقال لي زملائي يا أولاد يمكن أنتوا تستغربوا إزاي زميلكم بيتكلم بالطريقة دي، شوف يا ابني انت لو كتبت لي ربع الكلام ده في الامتحان انا ادي لك 100%، وانا اتوقع لك انك انت تكون شمس من الشموس، وامشي بالطريقه دي على طول، شغل دماغك، شغل عقلك. ده اللي انا وعيته من جيل اساتذتي يعني واستاذنا ما الدكتور، ما قالكش 2 زائد 2 يساوي 5 ابدا. ده كان ده اللي انا حركني في استاذنا ده، انا بدات اشعر تجاهه بود زائد. وكان لما يجي للكلية وهو نائب رئيس الجامعة اللي كل العمداء يقدرون له قدر، وهو كان رجل مهيب له شخصية،
يتهيبه كبار الاساتذه، الا انا اللي في سنه اولى كليه اطلع اجري لحد باب العربيه جنبه واستنى لحد ما ينزل فياخدني في ايده واطلع مع لحد المكتب اقول له نسبته قد ايه يا فندم الدكتور ده؟ يعني من 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 الاساتذه او المعلمين نسبته قد ايه؟ انا شفت شخصيا من النموذج ده في المكان اللي انا اتعلمت فيه عدد مش قليل، 7 8 10 11، الباقي استاذ اكاديمي بيشرح ماده علميه بس ده بيبني عقل بيصنع ابداع. 10 8 11 من 20 من 30 من 20 من 30 من 40 الباقي علماء خبراء بيمسك الكتاب وبيفهمنا كل عباره رايح فين وجايه منين، بس ده مش واقف عند الكتاب بلا تطوير، يعني هو مقاصر على معلومة الكتاب، انه بيفهمني الكلام العلم رايح فين وجاي منين، بس التاني مش واقف عند حدود العلم، بدأ ينتقل من قواعد العلم الى الفكر. الجامعات في اساسها حاضن للفكر وليس حاضنا للتعليم، ليس للتلقين، ليس للتحفيظ، بل انها في الحقيقة، والعلاقة ما بين الفكر والعلم دي علاقة جدلية. الفكر هو النطاق الأوسع اللي بيخلي كل العقول تنطلق وتستنفر وتهدر وتعمل بأقصى طاقاتها. هات الشطح المعرفي العلمي اللي عندك كله وقوله وفكر فيه وشوف أي أفق معرفي ممكن توصل له، وبعد ما توصل إلى هذا الانطلاق والأفق هات كل الاحتمالات وارجع خد كل حاجة وصنفرها وألوظها ودرسها وقارنها باستنباطات اللي قبلك وشوف ايه الفوارق المعرفيه، ركب قطع البازل مع بعضها. هي فكره البازل بالضبط، يعني اركب في على المستوى الذهني ازاي تقدر تحلق وتبتكر وتبدع وانت عماله تفكر وتبدع وتنطلق تستلهم مناهج المعرفه، مناهج البحث العلمي العتيقه العريقه المضطرده المستقره، من غير ما تجمد عندها، صحيح. من غير ما تكسرها، صحيح. من غير ما ما تتوقف، يعني ويبقى يعني للفكر قيمته ويبقى للعقل دوره. دكتور إذا مات الفكر ماتت الحياة، ماتت الحياة طبعا، والعقل لا يمكن تسليمه لأحد، مستحيل، لأنه الأمانة التي سنحاسب عليها، أمانة أودعها الله تعالى عند الإنسان، ويسأل الإنسان إذا وقف بين يدي المولى عن 4، عن علمه، عن ماله، عن العقل ده. صحيح. يعني كام آية في القرآن ربنا يتكلم عن الفكر، لعلهم يتفكرون. أنا بشكر حضرتك الحقيقة على الوجود الثري لهذه القضية، وأتمنى أن إحنا نناقشها تاني لأنها لا تزال الحقيقة طبعا. تحتاج طبعا. للكثير من المناقشات. العقل أمانة، عقلك لا تهلك، امسك فيه بإيديك وسنانك، عقلك ما تبيعهوش لحد، عقلك أمانة سلمها ربنا ليك، هيحاسبك لوحدك عليها. عقلك سلاح ذو حدين، يا جاني يا مجني عليه، وفي الحالتين انت المسؤول، انت لوحدك. اتعلم، اقرا، ارتقي، وخليك انسان. تحياتي يا دكتور اسامه، واتمنى اشوف حضرتك في حلقه ثانيه نكمل فيها نقاش حول مسخ العقول وتربيه العقول. تحياتي لحضرتك. يشرفني كل سنه وحضرتك. وحضرتك بالف خير. تحياتي لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. حالا نفى دكتور حسام عيسى نبأ وفاه دكتور حازم الببلاوي، خبر غير صحيح. تحياتي لدكتور حازم الببلاوي، وربنا يديله الصحة والعافية. كل سنة وانتم طيبين. بكرة معدنا مع حلقة تانية، وتحياتي لكم دائماً.